يا صباح الفل وصباح الخير والسعادة على حضراتكم. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم صباح البلد، معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 النهاردة الخميس كده. معانا فقرات كتيرة متنوعة إن شاء الله تعجبكم، بس خلوني كده في الأول أصبح على داليا. صباح الفل عليك يا داليا. صباح الفل والجمال والألوان الحلوة، حاسة النهاردة عاملين ألوان ألوان الصيف جدا. صباح الفل ويومك صباح حلو يا رب. صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا. بدأنا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح البلد على شاشتكم صدى البلد. هنكون مع حضراتكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 كل يوم، بيكون عندنا مواضيع مختلفة وجديدة إن شاء الله تعجبكم. وقبل ما نقول أي حاجة وقبل ما نتكلم في أي حاجة، دايما كده بنفكركم تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا اللي بتظهر أسفل الشاشة قدام حضراتكم. هنتكلم يا داليا في الأول كده عن يعني امبارح خبر مهم. هو خبر مهم جدا الحقيقة، والناس كلها كانت منتظراه، وامبارح كل بلدان العالم الحقيقة كانت بتنتظر قرار البنك الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق برفع الفايدة. وبالفعل صدر القرار برفع سعر الفايدة 0.75%، وده للمرة الرابعة على التوالي طبعا منذ بداية العام الجاري، وده بعد ما وصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته في أكثر من 40 عام خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1%، وده مقابل 8.8% وده في مايو. وكل ده طبعا نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية الأمريكية. عاوز أقول لكم كمان أن القرار ده والرفع ده هيتسبب في موجة من ارتفاع الأسعار، هيكون ليها تأثير كبير على بلدان العالم كلها، داليا مش بلد على مصر معينة بس. طبعا أكيد هو دلوقتي طبعا كل الناس عارفة أن في أزمة عالمية لكل العالم مش مصر بس، محدش يحس أن الدنيا عندنا بس اللي كده، في العالم كله أكيد دي أزمة عالمية. إن شاء الله تعدي على خير يا رب. أهم عندك حاجة مفرحة بقى؟ ما احنا هننقل بقى دلوقتي، يلا بينا. دلوقتي بقى خلينا كده ناخدكم ونبعد شوية عن الاقتصاد والأرقام، ناخدكم كده لجو الصيف. مفيش أكيد أحلى من الواحد يحس أنه داخل على الصيف، يستعد بقى للبحر والرملة والسفر والشواطئ بتاعتنا وبلدنا الحلوة اللي مليانة دايما جو كده مختلف عن كل العالم. لو قابلت أي حد يجي مصر هتلاقي دايما يقولك إن الجو عندنا في مصر في الصيف حاجة تانية، وحتى في الشتاء. في إيه بقى كمان أحلى من إن احنا ندخل على الصيف والبحر ويكون في حفلات غنائية الناس كلها بتستمتع بيها، وأظن بادئين من بدري قوي الحفلات الغنائية. مفيش أحلى كمان ولا أجمل من إن احنا نسمع صوت المطربة أمال ماهر اللي كانت كل الناس بتتكلم عنها الفترة اللي فاتت، وأعتقد الحمد لله بالحفل الغنائي اللي هيقام غدا الجمعة في العالمين هيطمنكم أكتر عنها، وهتتأكدوا أكتر إن شاء الله إنها بخير وصوتها لسه زي ما هو، هيفرحكم وهيسعدكم. خليني بقى أقول لكم كمان إن شركة تذكرتي اللي هي منظمة للحفل مجهزة مفاجأة حلوة جدا للجمهور، إن في 10 أشخاص من الجمهور هيكون ليهم فرصة إن هم يقابلوا النجمة أمال ماهر ويقعدوا معاها شخصيا، وده طبعا في عشرات من المتابعين وعدد كبير جدا قدروا إن هم يعبروا عن سعادتهم بالمفاجأة دي اللي هي جت بعد الإعلان عن الحفل. وان اصلا الحفل كله كان مفاجاه للناس كلها ان اخيرا امال ماهر هتطلع مره تانية وتطل علينا وتعمل لنا حفله غنائيه حلوه. اظن يعني امال ماهر صوت حلو جدا ومفاجاه حلوه جدا لينا كلنا، ويعني يطمن جمهورها طبعا نطمن اللي كان قلب الدنيا خلاص عليها الفتره اللي فاتت الحقيقه. فدلوقتي خلاص هي طالعه وهتقابل جمهورها مره أكيد تانية أكيد، ودايما ناجحه كده. كنا نروح يا ريت احنا نروح بكره، يلا بينا هنروح بكره معاهم. ايه رايك كده نروح نقول لهم فقراتنا ايه النهارده؟ معانا فقرات كتيره متنوعه ان شاء الله تعجبكم. هتكون البدايه مع ابرز واهم الاخبار ومنشطات الصحف، وهيكون معانا فيها المستشار عصام هلال عضو مجلس الشيوخ. فقرتنا الثانيه بقى يوم الخميس بنفصل كده مع نهايه ناخد فقره فنيه. النهارده معانا فنان وهو اعتقد طلع علينا وهو صغير وساب عندنا بصمه كبيره جدا. النهارده منورنا الفنان سيف الدين وليد اللي شارك مع الفنان الكوميدي الكبير احمد حلمي في فيلم ميدو مشاكل، وكان لسه وقتها طفل صغير. دلوقتي كده خلينا نعرف اسباب اختفائه الفتره اللي فاتت كانت ايه، وبيفكر في اللي جاي ازاي، وهيعمل ايه كمان الفتره اللي جايه. فقره فنيه حلوه ان شاء الله. كبر بقى دلوقتي هنشوفه كبير. لازم نتفرج ان شاء الله. تعالي نقول لهم فقرتنا الاخيره، وزي ما احنا متعودين هتكون فقره طبيه هنتكلم فيها عن امراض الذكوره، ويكون معانا الدكتور خالد حافظ استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال وزميل يونيفرسيتي كوليدج لندن بانجلترا. اما دلوقتي بقى خلونا نروح نشوف داليا تطمنا وتقول لنا على درجات الحرارة النهاردة. خليني
دلوقتي كده اطمنكم على حاله الطقس النهارده، اخبارها ايه؟ بيتوقع خبراء هيئه الارصاد الجويه طقس شديد الحراره رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحر رطب على السواحل الشماليه معتدل الحراره، رطب ليلا على السواحل الشماليه ومائل للحراره، رطب على باقي الانحاء. وخليني دلوقتي اقول لكم بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده لبعض محافظات الجمهوريه، والبدايه طبعا مع القاهره. القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، اسكندرية 33-25، الإسماعيلية 38-23، أما الدقهلية النهاردة سجلت 37-23، الغردقة كمان سجلت النهاردة 39-28، أما المنيا سجلت النهاردة 38-24. خليني كمان كده أطمنكم لبعض درجات الحرارة المتوقعة للعواصم العالمية والعربية، والبداية تكون مع الرياض. الرياض النهاردة سجلت العظمى 39 والصغرى 31، أبو ظبي سجلت النهارده 38-32، أنقرة سجلت 34-18، ولندن سجلت النهارده 23-13، أما واشنطن سجلت النهارده 33-24، وبكين سجلت 28-21. تعالوا بينا كده بعد ما تعرفنا على احوال الطقس نروح نعرف اسعار العملات النهارده واسعار الذهب اخبارهم ايه، ونبتدي مع بعض بسعر العمله. سعر دولار امريكي النهارده سجل للشراء 18.89 جنيه، اما للبيع 18.95 جنيه. اليورو سجل للشراء 19.10 جنيه، اما للبيع 19.27 جنيه. جنيه استرليني سجل للشراء 22.71 جنيه، اما للبيع 22.90 جنيه. ريال السعودي سجل للشراء 5.02 جنيه، أما للبيع 5.04 جنيه. الدينار الكويتي سجل للشراء 59.16 جنيه، أما للبيع 61.68 جنيه. أما بقى لأسعار الذهب فسجل النهاردة عيار 18.845 جنيه، أما عيار 21 فسجل لليوم 986 جنيه، وعيار 24 سجل 1127 جنيه، وأخيرا سعر الجنيه الذهب اللي سجل 7888 جنيه. يا رب تكونوا كده استفدتوا معانا بالنصايح المهمه اللي بنحاول ان احنا نقدمها لكم كل يوم عشان تستفيدوا بيها. اما بقى دلوقتي فجي معادنا مع الرياضه والنشاط والحركه والخفه، ودايما بنقدم لكم حاجات بسيطه جدا تقدروا تعملوها وانتوا قاعدين في بيتكم. تعالوا بينا نتابع الجيم بتاعنا فيه ايه النهارده ونرجع نكمل باقي فقرات. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدينا. النهارده عايزين نعمل تمارين تقويه لعضلات الظهر. جايبه معايا النهارده دمبلز دي ممكن قلنا نعوضها بإزازتين رمل أو إزازتين مية في البيت على حسب قوتنا مع بعض. طيب هنبتدي نسخن كتاف لورا زي ما احنا متعودين قبل أي تمرين، لازم نسخن جسمنا ونسخن العضلات اللي احنا شغالين عليها. طيب أنا ممكن كمان أنزل أمشي الصبح، أنزل أو أعمل مشي في مكاني، نعرف ننط الحبل، نعرف نتحرك بسرعة في مكاني 10 عدات 3 مرات قدام، واستخدم معايا الوزن اللي انا ماسكاه ان هو يبقى مقاومه معايا. طب هبتدي معاكم باول تمرين، الوزن بتاعي هحطه قدام رجلي، هميل بظهري لقدام، انا هقف بالجنب عشان كلكم تبقوا شايفين وضع الامام، رجلي بوسع كتفي، ركبي وكتفي على خط واحد، هجيب الوزن ايدي لورا وهرجع قدام. ظهري اهم حاجه ما دوروش، كل الناس عندها الفترة من قاعدة في البيت وقلة التمرين حصل لهم مشاكل وتيبس في عضلات الظهر. التمرين ده مهم جدا عشان يرجع وضع الظهر مكانه ويقوي الميدل باك أو نص الظهر. تاني تمرين هاخد إيد وإيد، إيد وإيد لورا. بعد كده تالت تمرين إيدي قدام، كوعي هطلعه لفوق 90 درجة وهنزل 90 درجة وانزل قدام. التمرين اللي بعده هنزل ديد ليفت واطلع لفوق، هنزل همسح بالوزن او بالازازة اللي انا ماسكاها دي على رجلي واطلع تاني لفوق. التمرين ده علشان القطنية، من وضعي ده هفرد ايدي لفوق وانزل تاني، افرد ايدي لفوق وانزل لحد رجلي تاني. هنعيدهم مع بعض التمارين دي. أول واحد تمرين الرو
ايديا مفروده قدام ركبي وبجيب كوعي جنب جسمي وبرجع كتافي لورا. اهم حاجه اللوحين اللي ورا يقفلوا على بعض بحيث ان احنا بنفرد ظهرنا بنزق كتافنا لورا. 10 عدات 3 مرات. التمرين اللي بعده ايد وايد، ممكن الرجل اللي ناحيه الجنب اللي انا شغلاه الجنب اليمين اهو استخدم ايد واحده اسند على رجل واحده وانزل ده للظهر الجانبي من الجنب، العضله الكبيره اسمها لات. التمرين اللي بعده ايدي هنا كوعي 90 درجه يطلع وظهري مفرود وهنزل. انا ممكن اعمل التمارين دي وانا قاعده على الكرسي برضو لو انا لسه ضعيف او مش قادر ان انا اعمل التمارين دي وانا واقف. التمرين اللي بعد كده ديد ليفت، هنزل بالوزن بتاعي لحد تحت، رقبتي باصه لقدام وظهري مفرود محدش يدور ظهره. لو مش قادر انزل بعد كده بدور ظهري وده اخري انزل لحد هنا، هنزل واطلع تاني. الوزن بيمسح على رجلي. اخر تمرين معانا من المستوى ده بطلع لفوق وبرجع، بطلع لفوق وارجع كده. انا شغلت عضلات الظهر وقوتها 10 عدات 3 مرات. ما ننساش التسخين وما ننساش ان احنا بعد ما بنخلص التمرين بنعمل كول داون، بنهدي جسمنا. ما ينفعش اقف فجاه خاصه لو ضربات القلب عاليه، نهدي مارش في المكان، نعمل ستيب للجنب لحد ما نحس ان ضربات القلب هديت للاخر. كده احنا مررنا عضلات الظهر كلها وصباح الخير عليكم. دلوقتي بقى جه ميعادنا مع موجز اخبار صباح البلد اللي هتقدمها لنا هند النعسان. شكرا نهاد، صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. والان موعدنا مع موجز اهم واخر الاخبار. يعقد الازهر الشريف اليوم مؤتمرا صحفيا لاعلان نتيجه الشهاده الثانيه. تستطلع دار الإفتاء المصرية اليوم عقب صلاة المغرب هلال شهر المحرم لعام 1444 هجريا، وتقيم وزارة الأوقاف احتفالا بهذه المناسبة مساء اليوم بمسجد السيدة نفيسة، وذلك بمشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. تواصل وزارة الصحة والسكان اليوم إطلاق قوافلها الطبية المجانية بمحافظات بني سويف، أسيوط، المنوفية، البحر الأحمر، البحيرة وأسوان، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. وتشمل القوافل الطبية الكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية كافة. تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار يعترف بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق إنساني أساسي للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان. وكانت كوستاريكا وجزر المالديف والمغرب وسلوفينيا وسويسرا قدمت مسودة النص إلى الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا في يونيو الماضي، وهي الهيئة الأكثر تمثيلا في الأمم المتحدة. وأخيرا رياضيا، تقام اليوم 3 مباريات ضمن فعاليات الجولة 27 من بطولة الدوري العام الممتاز، حيث يلتقي في تمام الساعة 6:30 مساء فريق الجونة مع منافسه الإسماعيلي على استاد خالد بشارة، وفي التوقيت ذاته يواجه فريق طلائع الجيش منافسه فريق فاركو على استاد الأسكندرية، فيما تختتم مباريات الدوري اليوم بمواجهة فريق الزمالك وفيوتشر اف سي على استاد الأهلي والسلام، وذلك في تمام الساعة 9 مساء. بكده بيكون انتهى موجز اخبارنا. بشكر حضراتكم على المتابعه، ودلوقتي هنعود مره ثانيه لداليا ونهاد لاستكمال فقرات صباح البلد. بشكرك جدا زميلتنا هند، بالتاكيد هنستنى كمان جولتك النهارده في الصحافه هيكون فيها تفاصيل كتير واخبار مهمه. ودلوقتي هنسيب حضراتكم مع تقرير مهم عن كليه القانون بالجامعه البريطانيه تستضيف مسابقه المحكمه السوريه الافريقيه بمشاركه 20 دوله. في إطار حرص الجامعة البريطانية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 لجمهورية مصر العربية، تستضيف الجامعة مسابقة المحكمة التصويرية الأفريقية. المسابقة تقام برعاية الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة بالتعاون مع جامعة بريتاريا بجنوب إفريقيا. أول مرة تنعقد في كلية الحقوق في مصر، والسنة دي في زي ما قلت لحضراتكم في 50 فريق مشاركين من أكتر من 25 دولة،
وكمان من الحاجات المهمة ان اللغة العربية اصبحت لغة رسمية في المسابقة، وفي فرق هتتنافس باللغة العربية بجانب اللغة الانجليزية والفرنسية والبرتغالية. تجربة طيبة جدا لينا، جامعة بريطانية أخذت المبادرة في استضافة هذا الحدث لأول مرة بيتم إدخال اللغة العربية بناء على طلبنا، طلب كلية القانون وكلية الحقوق في الجامعة البريطانية. الجوريدي بالفعل كلية الحقوق من خلال الجامعة البريطانية بتقدم محاكمات افتراضية في العديد من المجالات، نما لما تفتح في مجالات متعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي بيبقى شيء عظيم للغاية. طبعا تهدف المسابقة إلى تحسين المستوى الفني لطلاب القانون وإثقال مهاراتهم القانونية والتنافس لعرض الحجج القانونية لحل القضايا المختلفة. احنا لما بنعمل هذا الواقع العملي ونتيح للطلاب الاحتكاك بالواقع العملي سواء امام المحاكم الدولية والهيئات الأممية او سواء المحاكم الدوميستيك الوطنية، فاحنا كده بنخلي الطالب مؤهل. بالنسبة لنا احنا كقضايا الدولة احنا في بروتوكول تعامل مشترك ما بيننا وبين الجامعة، واحنا بنحاول نساعدهم دايما بخبرتنا في مجال التحكيم الدولي والمنازعات الدولية. شارك في حفل الافتتاح نخبة من رجال القانون والقضاء والمحامين، فضلا عن شخصيات دبلوماسية وإفريقية وإقليمية. إن هذا الحدث القانوني القضائي التدريبي المهيب لا يبرز ما بذله فريق العمل من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر من جهد كبير وتنسيق بالغ، كما يكشف عن مدى التعاون التكاملي على صعيد مجتمع أكاديميات القانون بين مصر وشقيقاتها الدول الإفريقية. نحن أمام فعالية رفيعة المستوى تتحدث عن محاكاة أو محاكمات صورية لقضايا جوهرية مثل قضايا حقوق الإنسان، وهي بالنسبة لكلية القانون أو كلية القانون درس في غاية الأهمية لنعلم أبنائنا كيف تجري المحاكمات. The Christoph Hans African Human Rights Mukwal Competition. هذه المسابقة واحدة من أهم مسابقات القانون في القارة الإفريقية، ويعود تاريخها لأكثر من 31 عاما. هي مختلفة بشكل كبير حيث تجمع الكل باختلاف اللغات واللهجات، وتعد مسابقات المحاكم التصويرية أشهر الأنشطة الطلابية القانونية، ويتم اعتبارها مرحلة مؤثرة في مسار طلاب القانون. احنا عندنا موت كورت يونت أو يونت مختصة بالمحاكمات الصورية، هدفها الأساسي هو المشاركة وتأسيس الطلاب اللي في الكلية للمشاركة في المسابقات بتاعت المحاكمات الصورية اللي موجودة في مصر. المسابقة فرصة عظيمة، وكل الوفود المشاركة متحمسة للغاية للأيام القادمة وبدء التنافس الفعلي. أنا أنتظر الكثير لأتعلمه من خلال هذه المنافسة. المحاكم السورية عامة بتضيف لطالب كلية القانون بالذات مش على بس المستوى الأكاديمي، على المستوى الشخصي. أنا شاركت قبل كده في مسابقة لها علاقة بالمحاكم السورية، أنا شخصيتي اتغيرت بعد ما شاركت في المسابقة، هي بتعلمني إزاي أتعامل مع الحياة العملية من وأنا لسه طالب. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا في كل مكان، ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والتحقيقات والحوارات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. مشرفنا النهاردة سيادة المستشار عصام هلال عضو مجلس الشيوخ. يعني برحب بحضرتك في بداية سيادة المستشار، وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينك ومشاهدينك. أشكرك سيادة المستشار، والنهاردة عندنا كالمعتاد مجموعة من الأخبار المتنوعة لي علاقة بالشأن المحلي والشأن الدولي. خلينا نبدأ مع حضرتك ونستهل جولتنا السادة المشاهدين مع هذا الخبر الهام عن اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والكهرباء والبترول والتعليم العالي والتنمية المحلية والاتصالات والإسكان بجانب عدد من المسؤولين بالدولة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، واطلع الرئيس في هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة والتي تشمل 1477 قرية وتوابعها، حيث تضم حوالي 18 مليون مواطن. كما تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية والإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه
بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة. حقيقة سيادة المستشار يعني هنا محتاجين نتكلم عن أكتر من شق، رغم كل التحديات والأزمات العالمية ووباء كورونا وكل التحديات، إلى أن الدولة المصرية بتحاول قدر المستطاع أنها تحافظ على وتيرة العمل. يعني شفنا مع كورونا كان في إجراءات احترازية، ولكن بالتوازي كان في عجلة التنمية بتدور وعجلة الإنتاج بتدور. أيضا الآن في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والتبعات الاقتصادية، ما زال هناك اهتمام بالمشروعات القومية ومشروعات حياة كريمة. وهنا في نقطة مهمة جدا، وهو الاعتماد على المكونات المحلية، وده شق آخر لتوطين الصناعة المحلية. كيف ترى اهتمام الدولة المصرية بإنجاز المشروعات في ظل كل التحديات؟ خلينا بس في البداية، مشروع حياة كريمة تحديدا اللي أطلقه السيد الرئيس يمكن في 2020، أنا أزعم أنه هو يمكن مشروع فريد على مستوى العالم كله. مشروع لأول مرة بنلاقي مشروع بيستهدف أكثر من 58% من سكان دولة، وخاصة بحجم مصر، بحجم التعداد السكاني والتنوع الجغرافي اللي موجود. مشروع بيغطي أزيد من 175 مركز على مستوى جمهورية مصر العربية، 4000 قرية أو مزيد على 4200 قرية، 29000 تابع. أرقام ضخمة جدا. أرقام ضخمة وشيء تنموي غير مسبوق في تاريخ التنمية المصرية أو في التاريخ المصري، أو حتى في يمكن احنا حتى حاولت ان انا استعرض تجارب عالميه ان انا اشوف نموذج بالنسبه للمشابه، للاسف الشديد ما لقيتش. وكان فعلا نموذج يمكن الامم المتحده وكل المؤسسات الدوليه اشادت بالازمه. اليوم الاول لاطلاق المشروع كان في اصرار من الدوله المصريه والقياده السياسيه على استمرار هذا المشروع. طبعا جابهه الدوله المصريه تحديات وتحديات كبيره جدا جدا، وما زال زي ما حضرتك قلتي واجهنا كورونا وتحديات كورونا. يمكن في عز ازمه كورونا كانت التنميه شغاله، واجهنا الازمه الاخيره الروسيه الاوكرانيه، وكان من يوم الاول الكل بدا يردد ان لا، مشروع حياه كريمه هيتوقف، ولكن كان في اصرار للدوله المصريه على استمرار هذا المشروع. ويمكن من اليوم الاول يمكن كان مخصص ليه حوالي يمكن السيد الرئيس اطلق ما اطلقه، قال ان احنا حوالي 515 مليار جنيه، ولكن يعني يمكن انا شايف ان يمكن تضاعف هذا الرقم بعد في ظل الازمه الحاليه. ليه؟ لان احنا من اليوم الاول لاطلاق المشروع السيد الرئيس مقدر اهميه هذا المشروع. احنا بننقل بنتحدى فقر، بنتحدى حياه اقتصاديه صعبه جدا. للأسف الشديد يمكن البعض وخاصة في مناطق القاهرة الكبرى أو مناطق بعيدة عن المرحلة الأولى من مراحل حياة كريمة ما قدرتش تحس قوي بهذا المشروع. انزل، عاوزين الناس بس تنزل لأماكن، ويمكن برضو بوجه رسالتي للإعلام إن لابد إن يتوجه إلى أماكن اللي بيتم فيها حياة كريمة ويشوف رد فعل الناس. سيبنا بقى من المشروعات، مشروعات إحنا بنعلن عنها مظبوط، نشوفها، لان مشروعات في كل النواحي، عندي صرف صحي، عندي ميه، عندي مدارس، عندي شباب ورياضه، في تنميه مستدامه. المساله احنا بنواجه وعي، بنواجه جهل، بنواجه احنا كانت مشاكلنا كتير جدا 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 في فتره ما حتى التدريب على التحول الرقمي سياده المستشار موجود ايضا في مشروع حياة كريمة. من ضمن الاجتماع اللي احنا شايفينه السيد الرئيس كان وزير الاتصالات موجود، لان لان احنا برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا في حياه كريمه، وهي برضو كانت في حاجات كتير جدا ورسائل مهمه من هذا الاجتماع. احنا اصرار من الدوله المصريه على استمرار مشروعات حياه كريمه وعدم والرد على كل الاشاعات اللي بتقول ان لا، في ظل الظروف الاقتصاديه اللي الدوله المصريه بتواجهها رغم من ذلك ان المشروع هيتوقف، لا، في اصرار على استمرار. في رساله اخرى زي ما حضرتك اشرتي اللي هي توطين الصناعه المصريه، ويمكن من اليوم الاول هو السيد الرئيس وكان وجه رسالته الى المنتجين المصريين والمصنعين المصريين، استغلوا هذا المشروعات، استغلوا هذا المشروع الكبير اللي هو مشروع الدولة المصرية، ان احنا من خلاله نقدر نوطن صناعة مصرية، نوطن الازمة خاصة ان سلاسل التوريد دلوقتي فيها مشكلة كبيرة. لا، هو من اليوم الاول لما اطلق المشروع كان السيد الرئيس برضو عاوز يعمل بيه طفرة في الصناعة المصرية، ولكن زادت أهمية بقى الرسالة اللي أطلقها السيد الرئيس في ظل الظروف بتاع كورونا وبتاع الأزمة الأوكرانية الروسية. فبالتالي كان مهم جدا جدا، ودي رسالة برضو لكل المنتجين والمصنعين المصريين، إن احنا نوجه لكل
مشاركين في مشروع حياه كريمه ان احنا يتم الاعتماد على الصناعه الوطنيه في قدر الامكان طبعا، لان في مشكله في الامداد وسلاسل الامداد. وفي نفس الوقت احنا عاوزين نطور من صناعتنا، احنا عاوزين نستغل التنميه اللي حاصله في كل ربوع مصر دي ان احنا بقى في تطويل، لان احنا خلاص وصلنا لقناعه مهمه جدا 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 ان احنا لابد ان احنا عندنا اكتفاء زادي في الزراعه في الصناعه في، لان احنا قد يتوفر في، وده اللي حاصل دلوقتي في المجتمع الدولي كله، ان ممكن يتوفر التمويل ولكن لا يستطيع ان انا اوفر المنتج او ان انا اوفر الاحتياج بتاعي. فبالتالي عشان اقدر ان انا احقق طفره في التنميه لابد ان انا مستلزمات الانتاج بتاعتي تبقى متوفره، منتجاتي متوفره، فاستغلال امثل للمشروعات الكبيره اللي بتتم في ربوع جمهوريه مصر العربيه في حياه كريمه وغيرها ان احنا يبقى في توطين للصناعه المصريه. اكيد، وعمر التحديات ابدا ما بتقف عائق قدام مصر في تحقيق كل امنياتها في التنميه في كل ربوع مصر، فان شاء الله يعني يكون التحدي ده وش الخير علينا. دايما دايما بيقول احنا من المحن من المحن تاتي المنح. 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 انا شايف بالزبط. ان المحن اللي احنا فيها العالميه مش يعني احنا مش طرف فيها او احنا مش كنا مسبب فيها، ولكن ان شاء الله تعالى هتكون دي منحه مصر كبيره ان شاء الله تعالى في طفره كبيره في التنميه اللي حاصله على ربوع مصر ان شاء الله. سيادة المستشار، طيب نروح لخبر تاني مع حضرتك والساده المشاهدين، حيث كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من انباء بشان تقليص المخصصات الماليه للمستشفيات الحكوميه بالموازنه العامه الجديده 2022-2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة، مشددة على أنه تم زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة 12.5% لتصل إلى 310 مليار جنيه مقارنة ب 275.6 مليار جنيه في عام 2021-2022، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية ورصد مدى توفرها بشكل يومي. يعني الحقيقة سيادة المستشار احنا دايما بنواجه يعني زي ما بنقول كده إرهاب من خلال الإرهاب المعنى الحرفي للإرهاب، وفي نفس الوقت برضو الشائعات اللي بتعتبر جزء من الإرهاب وإثارة البلبلة في المجتمع المصري. لكن النقطة الجيدة في هذا الخبر إن دلوقتي أجهزة الدولة الجهات المعنية على يقظة بتصحيح الخبر، ما يعني مش زي النظام ممكن يكون في أعوام في يعني عقود سابقة إن لا الخبر بيفضل فترة طويلة نتجاهل الرد عليه، لكن هنا في رد، ويمكن دي فرصة برضو نتحدث عن المنظومة الصحية والطبية في مصر ومنظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرات الصحية الكتيرة اللي كانت موجودة من فترة. اسمحي لي بس خليني أربط ما بين الخبر الأولاني وهذا الخبر. احنا الخبر الأولاني قلنا في مشروع قرن بالنسبة لمصر، مشروع فريد على مستوى العالم ومشروع فريد على مستوى الدولة المصرية اللي هو حياة كريمة. وما بين هذا الخبر هذا المشروع برضو أنا برضو هرجع للخبر الأولاني، من ضمن الأهداف الأساسية لهذا المشروع هو ليس إن أنا أعمل بنيانه فقط، لا إن أنا عاوز أعمل بنيان للوعي المصري، بنيان يعني بناء الشخصية المصرية، لأن أنا معلش مش هقدر أتكلم في شخصية مصرية وأتكلم عن الوعي وعن الانتماء وأنا لم أوفر له حياة كريمة، لأن توفير حياة كريمة دي مسألة مش مسألة سهلة، لا ده مسألة صعبة جدا جدا جدا، ولكن الدولة المصرية حشدت بقى كل جهودها. ويمكن حتى برضو أنا حابب أشير إن من ضمن الجهود حتى جهود المجتمع المدني إن مشارك مع الدولة المصرية في حياة كريمة لكل المواطنين. حاجه الخبر احنا زي ما دائما ابدا السيد الرئيس يكرر انا لا اخشى على الدوله المصريه من الخارج، الخارج له لنا جنود ولنا جبهه وقوات مسلحه بتتصدى من الخارج وراضعه لاي من تسول له نفسه في ده، ولكن كل ما اخشى دائما ابدا السيد الرئيس يردد ان كل ما اخشى الجبهه الداخليه. الخبر الاولاني برضو دايما انا معلش اسمحي لي ان انا هربط بيه ان هو الخبر الاولاني وحياه كريمه بتعمل نوع من انواع الحمايه الاجتماعيه وتقويه الجبهه الداخليه. تقويه الجبهه الداخليه بالوعي والتنميه، ومن هنا هتيجي ان انا اقدر اتصدى لمثل هذه الاشاعات. طبعا موضوع الاشاعات والحرب اللي مستهدفه لابد ان احنا مش عاوزين ننسى ان الدوله المصريه في
في تحديات من الخارج والداخل. الدوله المصريه مستهدفه، وان احنا ما بنقول الكلام ده ما بنقولوش من قبيل ان احنا بنرحب او ان احنا بنعمل نوع من انواع الترهيب، لا، دي حقيقه موجوده، واحنا شايفين المحيط بتاعنا وشايفين المجتمع الدولي، يبين لنا قد ايه التحديات اللي بتواجه الدوله المصريه. من ضمن هذه التحديات اللي هي حرب الاشاعات، الاخرين او اعداء الدوله المصريه واعدائنا كمصريين فشلوا في ان هم يواجهونا بحروب اخرى، بتصدت لهم الدوله المصريه والشعب المصري تصدى، كلنا عارفين ما في 30/6 ومحاضره في 30/6 وتصدينا للجماعات الارهابيه. فبالتالي اللي امامهم الان هو تفتيت الجبهه الداخليه واللعب على الجبهه الداخليه بالاشاعات. مثل هذه الاشاعات احنا من قراءه بسيطه للموازنه العامه للدوله هنشوف قد ايه ان بالعكس مخصصات الدوله المصريه في الموازنه الجديده زادت بنسبه كبيره تتعدى ال 12.5%. احنا لو شفنا زي ما حضرتك قلت برضو ان انا عاوز الناس تنزل والاعلام ينزل لمناطق حياه كريمه، ما هو من ضمن المستهدفات في مشروع حضرتك صحية. وحدات صحيه وتطوير المستشفيات وغيره، يعني الوحدات الصحيه على اساس تامين صحي شامل كمان شغاله في محافظات وبدات واخدينها بالتدريج. لا، في تطوير غير عادي، واحنا ومسائل مش متروكه حتى لاقاويل، لا احنا شايفينها بعينينا. مظبوط، بحكم حياتك كمان نائب يعني عضو في مجلس الشيوخ، شايفينها شايف كمان كمواطن مصري كمان التجربه اللي احنا مرينا بيها كدوله مصريه. ما لم يكن في اهتمام بالبنيه التحتيه للصحه ما كناش نقدر نواجه ازمه زي ازمه كورونا. للاسف الشديد وقعت فيها دول كتير وانهارت فيها دول كتير، ودول يعني بالنسبه لنا كانت دول اقتصاديا عاليه ودول كبيره، ولكن الحمد لله تعالى بفضل الشعب المصري اولا وتحدياته، لان دائما ابدا السيد الرئيس بيراهن على الشعب المصري وبيكسب رهانه. وبفضل البنيه التحتيه اللي موجوده ومؤسساتنا الصحيه ومستشفياتنا قدرنا نواجه تحدي كورونا. وبالتالي لا، انا شايف ان في تطور. طبعا كلنا بنبغى الافضل طبعاً. لا، كلنا بنبغى الافضل وكلنا عاوزين الاحسن وكلنا بنعاني في بعض المعاناه، بس ما ننكرش ان في مجهود على الارض ومبذول في تطوير قطاع الصحه، وتطوير كبير جدا. واحنا طبعا كنواب للشعب وكشعب عاوزين الافضل وعاوزين الاحسن، ولكن لا ننكر ما يتم على الارض. اكيد يعني. اكيد، والموضوع كله بس مساله وقت، في ايد كده هنقدر. احنا ما احنا شايفين الازمات اللي بيمر بها العالم. ومع ذلك يعني الحقيقه سياده المستشار لم تعطل مصر لحظه، يعني بتحاول انها تكافح يعني علشان تكمل الطريق والمسيره. وده برضه عاوز يشيرني ان انا اشير لنقطه مهمه، لولا سياسات الاصلاح الاقتصادي من 2016 نوفمبر احنا شغالين عليها، والسيد الرئيس في عز مثلا، انا مثلا كنت بستغرب في لحظه من اللحظات في عز ما كان عنده استحقاق انتخابي يخصه كرئاسه الجمهوريه، بالعكس كان عنده اصرار على سياسات الاصلاح الاقتصادي. كنا احنا كسياسيين نقول لا، هذه السياسات تؤجل شويه لانها ممكن تاخد من شعبته، لا بالعكس راهن مصلحه الوطن اولا، لان هو بالنسبه له ما كانش يعنيه ذلك قد ما يعنيه انه عنده رؤيه مستقبليه وشايف التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري. وبالتالي ما نحن فيه الان، وان احنا قدرنا نمتص هذه الازمات واننا نتعامل مع هذه الازمات اللي بتمر بها العالم بفضل السياسات الاقتصاديه اللي تبناها السيد الرئيس. اكيد. طيب، بذكر بقى السياسات الاقتصاديه، خلينا نروح للخبر التالي، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء عن توسع الدوله في الانفاق على برامج الدعم والحمايه الاجتماعيه رغم الضغوط الماليه التي فرضتها الازمه الاقتصاديه العالميه اوائل العام الحالي 2022، اذ قدر حجم الانفاق على برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه بما يقارب 100 مليار جنيه خلال اول 4 أشهر من العام الحالي 2022، منها 76.1 مليار جنيه تم توجيهها لبرامج الحمايه الاجتماعيه منذ بدايه الازمه الاقتصاديه العالميه. في السياق ذاته اشاد النائب محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب بحزمه اجراءات الحمايه الاجتماعيه التي اصدرها الرئيس السيسي بتكلفه 11 مليار جنيه، واكد انها ادخلت السعاده لقلوب الكثير من اهلنا بعد ضم مليون اسره لبرنامج تكافل وكرامه وصرف مساعدات استثنائيه لاصحاب المعاشات والدخول المنخفضه. وقال ابو العنين عبر صفحته الرسميه ان تلك الاجراءات تؤكد انحياز الرئيس للبسطاء لتحقيق العداله الاجتماعيه وتخفيف الاعباء عن كاهل المصريين في ظل ظروف استثنائيه يعيشها العالم. وتابع ابو العنين: كل التحيه للرئيس السيسي القائد والاب جابر الخواطر الذي يؤكد كل يوم انه مع الناس يشعر بهم وينحاز اليهم في كل قراراته ليؤمن حياه كريمه لاهلنا ضد مخاطر الغلاء والتضخم. هدايا الرئيس تؤكد
أن مصر على الطريق الصحيح، بل تتواكب مع ما تشهده بلادنا من مشروعات عملاقة ونشاط مكثف للرئيس السيسي في الخارج، وعودة الدور المحوري القوي لمصر إقليميا ودوليا. الحقيقة يعني بنتفق كل الاتفاق مع وكيل مجلس النواب سيادة النائب محمد أبو العنين أن توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأسر الفقيرة بيعكس انحيازه للبسطاء سيادة المستشار، ويمكن ده اللي كنا بنتحدث عليه في الخبر الأول، أن رغم كل الظروف لكن دايما مصر عندها البعد الاجتماعي، برامج الحماية الاجتماعية يمكن ده لم نشهده في دول كثيرة جدا، يعني تكون أكثر كمان تقدما ووضعها الاقتصادي أفضل بكتير. الحقيقه لابد ان انا اشيد طبعا بكلمات الاستاذ محمد ابو العنين، وفعلا بنضم ليه، لان فعلا في عز ما الدوله المصريه وهي متجهه للتنميه وهي متجهه في سياسات اصلاح اقتصادي بتاثر على طبقات طبعا كلنا عارفين وقد ايه المعاناه اللي بيعانيها. زي ما قلت من شويه السيد الرئيس من اليوم الاول هو راهن على الشعب المصري، ويمكن احنا كلنا كنا مستغربين لهذا الرهان وكنا قلقانين من هذا الرهان، ولكن هو كسب الرهان وتحملت الاسر المصريه وتحمل الشعب المصري سياسات الاصلاح الاقتصادي وبدا يجني هذا. ولكن في عز ذلك بقى وفي عز ما احنا في ازمه عالميه، مش هنقول ازمه مصريه، في عز ما احنا ملتجئين لصندوق النقد الدولي عشان نتجه للقرض عشان في عندنا بعض المشاكل في الموازنه، في عز ما احنا عندنا عجز في الموازنه، في عز عندنا بعض المشاكل الاقتصاديه اللي بنحاول نشوف لها تموين، في عز ما احنا بنمول حياه كريمه بارقام مليارات، عين السيد الرئيس برضو على الطبقه الاكثر احتياجا، ودائما ابدا توجيهه ماشي في سياسه اقتصاد اصلاح اقتصادي، ولابد ان يكون هناك برامج حمايه اجتماعيه بتوازيها للطبقه اللي بتتاثر بهذه السياسات. ومن هنا جاءت الاجتماع الاخير للسيد الرئيس وتوجيهاته بما يزيد عن 11 مليار جنيه في خلال 6 شهور، يعني على فكره 11 مليار جنيه دول حتى مش هنقول سنه، لا ده في خلال 6 شهور ان انا هزيد مليون مواطن يخشوا في برنامج تكافل وكرامه، هوجه اعانات واوجه مساعدات لطبقه تزيد عن 16 مليون اللي هي الطبقه الاكثر احتياجا. فعين السيد الرئيس في 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 وهو واحنا ماشيين الدوله المصريه في سياسات الاصلاح برضه عينه على الطبقه المتوسطه اللي هي اكثر تاثرا بسياسات الاصلاح الاقتصادي، واللي احنا كلنا معترفين ان خلال المرحله اللي فاتت في بعض المعاناه عند الطبقات اللي هي الاكثر احتياجا دي، ولكن مستحمله، لان ان 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 الطبقه دي هي اكثر طبقه أزعم إنها متمسكة بهذا وعندها انتماء عالي جدا لهذه البلد وحريص على هذه البلد. ويمكن احنا سمعنا في لحظات كتيرة جدا جدا في عز ما كانت الدولة المصرية بتمر بأزمة زي ما بيقولوا هوية ووجود، كان نقول للناس طب في حالة غلاء، وفي يقول لك لا أنا أكون إن أنا لاقي بلد أفضل من إن أنا يعني أكون أنا جعان في بلد أحسن ما أكون معايا المال ومش لاقي بلد، وخاصة وإن شاء الله ده مش هيحصل أبدا طبعا كمانية. بالتأكيد وإن شاء الله تعالى القادم وفقا لكل الإحصائيات وكل الآراء وكل المؤسسات إن شاء الله تعالى الأزمة الحالية اللي إحنا فيها بسبب أزمة عالمية إن شاء الله تعدي، وإن شاء الله تعالى هيبقى فيه خير قادم كبير وفقا لحركة التنمية اللي إحنا شايفينها. يعني إحنا في خلال بس 8 سنوات شايفين قد إيه مدى التنمية اللي بتتم في كل جمهورية مصر العربية، وزي ما حضرتك برضو هربط بالخبر الأول قد إيه التنمية اللي بتتم في ظل مشروع يكاد يكون فريد على مستوى العالم وهو مشروع حياة كريمة. أكيد. طيب خلينا نروح بقى لفتة إنسانية راقية جدا سيادة المستشار، تقديرا لشهدائنا الأبرار من الشرطة والجيش، حيث نظمت الهيئة العربية للتصنيع احتفالية احتفاء بأبناء شهداء الوطن وأسرهم من الجيش والشرطة. بدأت الاحتفالية بكلمة الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أعرب خلالها عن تقديره واعتزازه لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين سطروا بدمائهم الذكية صفحة خلود في سجل التضحيات لتبقى ذكراهم أبد الدهر، راية خفاقة تعلن بجلاء أنه لا تفريط في حق أمن الوطن وسلامة مواطنيه، مؤكدا أن ما سطره أبناؤنا من شهداء مصر الأبرار من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامه إجلالا واحتراما، وستأتي الأجيال اللاحقة تتفاخر وتتحاكى بالبطولات، مؤكدا أنه لولا تلك الدماء الزكية الطاهرة التي سالت فداء لأمن الوطن ما كان يمكن توفير مناخ الأمن والاستقرار لتنطلق مصر نحو تحقيق الجمهورية الجديدة ومشروعات التنمية الشاملة في المجالات كافة.
حقيقة كل التحية والتقدير للهيئة العربية للتصنيع لأنها لفتة إنسانية راقية جدا، ومن المهم دايما التذكير بحق هؤلاء الشهداء في عند كل مواطن، لأن في النهاية إحنا لولا دماء هؤلاء الشهداء الذكية التي سالت على تراب الوطن ما كنا وصلنا للمرحلة اللي إحنا فيها، والتي لازالت يعني كل المشوار اللي إحنا مشيناه دوت هو في بالتوازي مواجهة للإرهاب، وفي شهداء كتير يعني بيسقطوا، لكن في النهاية الوطن يعني بيدين ليهم بكل الاحترام والتقدير. الحقيقة معلش اسمحي لي ان احنا فعلا من هذا المنبر وان احنا نوجه التحية لقواتنا المسلحة وشرطاتنا الباسلة، لان هذه الاحتفائية فعلا زي ما حضرتك بتقولي لابد ان احنا نكررها ولابد ان احنا نذكر بعض دايما بيها، لان بدماء هؤلاء وبجهود هؤلاء بنحصد احنا بنقدر عايشين دلوقتي. ودايما يعني انا في مثل هذه الاحاديث دايما بحاول بس بقول يا جماعه يا ريت نعيد الذاكره شويه ونشوف اوضاع كنا فيها، كنا فاقدين للامل، كنا فاقدين للاستقرار، كنا فاقدين للامن، كنا مش عارفين نحافظ على حياتنا، كنا خايفين على بلادنا، خايفين على بلادنا قد ايه، شفنا في لحظات من اللحظات اختراق الاخرين لحدودنا. فبدماء هؤلاء وليس جديدا عليهم على عمر التاريخ الدولة المصرية، عمر تاريخ الدولة المصرية هو الحامي ليها بعد طبعا حفظ ربنا لمصر، هي جيشنا وجنودنا البواسل على الجبهة وحماية جبهتنا الداخلية وأمننا الداخلي شرطتنا الباسلة. فتحية تقدير واحترام لجيشنا المصري وتحية تقدير واحترام لشرطتنا الباسلة وقراءة الفالحة والدعوة بالرحمة والمغفرة لكل شهيد والصبر ومقبل جبهات أسر هؤلاء إن هم قدروا إنه يربوا جنود تدافع عن وطنهم. وبالعكس الواحد كل ما بيشاهد أسر هؤلاء الشهداء بيحس قد إيه فعلا هذه البلد عظيمة، هذه البلد نبتها نبت طيب. بالعكس بنلاقي اب كليل لفقد شهيد بيقول لك انا عندي استعداد ان انا اضحي لو عندي ابن وثاني وثالث هضحي بيهم في سبيل الحفاظ على هذه البلد. فعلا اسر عظيمه اسر هؤلاء الشهداء، فبنوجه لهم كل التحيه ونوجه كل التحيه للجيش المصري وشرطه الباسلة. اكيد سياده المستشار، وربنا يحفظ يا رب كل يا رب. جندي مرابط على الحدود وعقيدته قويه في الحفاظ على امن بالتأكيد. الوطن وسلامته. طيب خلينا ننتقل لخبر بقى الحقيقه اللي هو يعني مفرح رغم هذه الأزمات الاقتصادية، حيث أصدر بنك التنمية الأفريقية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند نسبة 5.7% خلال العام الجاري 2022. جاء ذلك في تقرير البنك الذي أصدره أمس عبر موقعه بعنوان آفاق الاقتصاد في أفريقيا 2022. كانت توقعات البنك الأفريقي للتنمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي قدرت عند نسبة 3.6% و 3.3% على التوالي خلال العام الماضيين 2020-2021. وأظهرت إحصاءات البنك لمستويات نمو الاقتصادات الأفريقية أن مصر واحدة من الدول القليلة بالقارة التي حققت معدل نمو إيجابي خلال عام 2020 الذي شهد اندلاع جائحة فيروس كورونا. دي نقطة اللي كنا بنتكلم فيها، يمكن في ظل الأزمات الاقتصادية دي كلها سيادة المستشار، ولكن الحمد لله في بصيص أمل إن احنا ماشيين بوتيرة ثابتة، خاصة يعني بين قوسين كده إن التقرير ده يعني مش صادر من جهة مصرية ولا حتى جهة عربية، لكن في النهاية احنا بنتكلم عن جهة محايدة بعيدا، فإذا هي لا تجامل الاقتصاد المصري، فكيف ترى هذه الأرقام؟ الحقيقة أنا يعني بس أنا كنت بالمصادفة يمكن من امبارح أو أول كنت يعني كده قريت وبسترجع قصة آراء الآخرين عن الاقتصاد المصري. يعني احنا بس عاوزين نشير إن فعلا الاقتصاد المصري ومؤسسات الدولة استطاعت أن تفرض احترامها على المؤسسات الاقتصادية وكل المتابعين للاقتصاد المصري. يمكن كل التقرير يعني حضرتك مشير البنك الافريقي، لا ده انا البنك عندي البنك الدولي، عندي صندوق النقد الدولي، عندي مؤسسات الدوليه كلها، حتى البعض منها ان مشهود عنه الاتحاد ضد مصر، سي ان ان، رويترز، كل المؤسسات الدوليه اشادت ويمكن قالوا ان مصر يمكن من ضمن 14 دوله على مستوى العالم كله اللي بيتحقق فيها نسب نمو عاليه جدا جدا بتتعدى 6%، وده نوع من انواع الفيديو يمكن شفناها في عز ما كان العالم كله
بينهار في أزمة كورونا. كانت التنمية الحمد لله تعالى في مصر وفي نسب نمو، يمكن احنا متوقع يعني لولا برضو الأزمة الحالية العالمية اللي بتمر بيها كنا متوقع لينا ان احنا نسب النمو هتكون عالية جدا، قد تكون نسبة غير مسبوقة منذ 20 سنة في نمو مصر. وزي ما قلت حضرتك كده، مؤسسات كثيرة ووكالات كثيرة ووكالات ائتمانية كثيرة وبنوك دولية كثيرة أشادت وقالت ان مصر من ضمن 14 دولة على مستوى العالم هيتعدى نسب النمو فيهم ان شاء الله تعالى 6%. الحمد لله تعالى دي اخبار مطمئنة لينا، ودي لابد ان احنا ترفع من روحنا المعنوية وتجعلنا رسالة برضو للجميع ان احنا نعمل ونعمل ونعمل، ولا تتقدم اي دوله في العالم الا بالعمل. ودي رساله بقى للشعب قبل ما تكون للدوله المصريه. الدوله المصريه المواطن عليه دور كمان، المواطن فعلا احنا كمواطنين علينا دور، ودور كبير جدا جدا جدا، ان احنا خلاص الواقع العالمي والواقع اللي احنا عشناه خلال الازمتين الاخريتين اثبت لنا بالواقع العلمي ان احنا لابد ان احنا نعتمد على نفسينا، ولن نعتمد على نفسينا الا بالعمل والانتاج لتوفر الاحتياجات. الحمد لله تعالى المؤسسات الدوليه وكل الوكالات الدوليه بتشيد بينا وبتشيد اداءنا الصيف، وده نتاج برضو سياسات اصلاحيه اقتصاديه وهيكليه كبيره تمت داخل الاقتصاد المصري. بلدي اكتر بقى لنا 8 سنين شغالين فيها منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبالتالي هذه السياسات هي اللي انتجت بينا هذه الاشاده اللي ان شاء الله تعالى زي ما قلنا وبنقول ان احنا القادم ان شاء الله تعالى سيكون افضل فيه من خلال نسب نمو عاليه هتعود ان شاء الله تعالى بالخير على المواطن. اكيد. وانا هاخد من كلام حضرتك سياده المستشار بان مثل هذه التقارير بترفع الروح المعنويه، ودي حاجه احنا محتاجينها جدا الفتره دي علشان نشتغل كده واحنا زي ما بنقول عندنا امل ويقين في ربنا سبحانه وتعالى، ثم في قيادتنا السياسيه اننا هنعبر هذه المرحله وان شاء الله مصر يعني تتحقق كل مشروعاتها والتنميه فيها بالشكل اللي يليق باسمها وتاريخها. اكبر خطر ممكن بأي شعب هو الإحباط، وسواء دائما أبدا أعدائنا بيحاولوا يصدروا لنا ده، بيحاولوا يصدروا الإحباط زي ما بيصدروا إشاعات، لأن الإشاعات دي في النهاية عاوز يوصل بينا إن إحنا الإحباط، وهو أكبر خطر ودائما أبدا يحذر منه السيد الرئيس، إن الإحباط هو اللي يتخاف عليه من الشعب المصري. الحمد لله تعالى إحنا مش بنقول إن دي تقارير داخلية وفقا لمؤسسات اقتصادية مصرية، لا ده مؤسسات دولية ذات شأن، يمكن ميولها السياسيه حتى يمكن في احيان كثيره بتبقى مضاده للدوله المصريه، ولكن بعين المحايد بقى لان دي ما تقدرش وفقا للارقام وفقا للسياسات، ولغه الارقام دايما ما فيهاش تجميل يعني اللغه الصريحه ما فيهاش اي تجميل. ان شاء الله تعالى لابد ان احنا نتفائل بالقادم، وان شاء الله تعالى القادم سيكون افضل لصالح الدوله المصريه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار عصام هلال عضو مجلس الشيوخ على هذه القراءه التحليليه. شكرا جزيلا يا فندم. بشكركم مشاهدينا على المتابعه، بكده بتكون انتهت جولتنا الاخباريه، لكن لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا ولكن بعد هذا الفاصل. يعني اكيد ضحكتوا من قلبكم زيي انا، يعني قبل ما اطلع هوا كنت فطسانه ضحك الحقيقه، يعني من الافيهات وان ما فيش خالص يا جماعه. حلو كده اقول لكم ان احنا دايما في الافلام المصريه وخصوصا لما بيكون الفيلم كوميدي هتلاقي الناس كده دايما بتردد الافيه الاقوى في الفيلم، بيستخدموه بقى كنوع من انواع ان هم بيعبروا كده بسرعه مع بعض يعني الحاله اللي احنا عايشينها. فاكرين بقى افيه ميدو انا عايز اهرب؟ لسه سامعينه دلوقتي مع الفنان احمد حلمي، كان معاه وقتها ابن اخته كده كان طفل صغير اسمه سيف، اكيد طبعا فاكرينه يعني عشان كان الافيه بتاعه جامد جدا. ما شاء الله سيف كبر يا جماعه، وبقى سيف اللي موجود معانا النهارده منورني في صباح البلد الفنان سيف الدين وليد. صباح الفل عليك. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل ولا صباح الفل؟ لا ده راحت ولا ما راحتش؟ لا راحت خلاص. راحت خلاص. كبرنا بقى. كبرنا سيف كده. عنده 24 سنه دلوقتي ما شاء الله، يعني كان عندك كام سنه في فيلم ميدو؟ 6 سنين. ست سنين. كنت مستوعب يعني انت بتعمل ايه ولا الموضوع حاجات بسيطه مش كل حاجه؟ يعني كلمنا ازاي يعني خدك الفنان احمد حلمي في هو الاول انا عملت برنامج منصر لسه شايفينه البومبون. بعديها بعد ما خلصت اترشحت ان انا ابقى في فيلم ميدو مشاكل وعملت الفيلم والمشهد ده عامه اتعاد كتير جدا، يعني المشهد ده عملته كذا مره 7 مرات مثلا. كنت انا عايز اهرب. كنت عايز اهرب فتعاد 7 مرات يعني. أوكي. بس ومن ساعتها بقى ترند، يعني لما كبرت شويه لقيته ترند، يعني بيروح ويرجع يروح. ايوه لا وفكره ان طفل صغير عايز يهرب ويروح صرم السيخ يعني وعايز قرصين وفي شين، كان كل الحروف كانت ضايعه، سين وشين وكل
بس خلاص دلوقتي بقى الدنيا خلاص. بقت تمام صح؟ كنت طفل ليميت، كان واضح كده وانت في البرنامج، كنت بترد وبتلامد وكده، هل ده بسبب كده خدك احمد حلمي معاه في الفيلم؟ ممكن يعني ممكن علشان كنت بتكلم يعني في سني ده، وكنت بتكلم وهزر واعمل كده، فممكن ده اللي خلاه يترشح للموضوع ده. طيب بعد ما خلصت فيلم ميدو مشاكل بقى اختفيت؟ دي حقيقة. خلاص ليه بقى كل الاختفاء ده؟ مفيش، هو انا بعد ما خلصت اللي انا عرفته ان والدي كان عايزني بعد ما اخلص اتخرج يعني اخلص جامعه اخلص مدرسه وادخل الجامعه معهد سينما بس انا وقت ما جيت بقى بعد ما اتخرجت لقيت ان انا كنت نفسي ادخل اكاديميه بحريه، انا متخرج من اكاديميه بحريه. يعني انت دخلت كان دراستك ايه؟ كان دراستي لوجيستكس. اوكي. في اكاديميه بحريه فقلت للموهبه دي اخد لها ورش وابتدي اسعى بعديها، بس اكون خدت شهادتي والحاجه في الكارير اللي انا بحبه. يعني ركزت الاول في دراستك بالزبط. وفي كاريرك وكده، وقلت بعد كده تيجي الموهبه. بالظبط كده. اوكي. وفعلا اتخرجت وخلصت وعملت الكارير اللي انا عايزه فرجعت ابتديت احاول تاني انمي الموهبه دي. يعني رجعت بقى عايز رجعت اعلانات صح؟ رجعت عملت اعلانين وبعد الاعلانين دول قعدت شويه ودلوقتي بقى بحاول اخد يعني خلاص هاخد ورشه ان شاء الله وابتدي بقى اشوف كاستنج وكده عشان انت بتحب التمثيل عايز ترجع تمثل كده. دي حقيقه يعني الميديا عامه بشكل طب وبالنسبه للاكاديميه البحريه حضرتك؟ لا خلاص هقدم استقالتي عادي. عايز بقى في ثانيه عشان الفن. طب لما هو كده من الاول ما كنا اختصرنا طريقه لما البيت بقى ما حدش ساعدك يعني لا والله والدي كان بيشجعني على طول يعني وكان بيقول لي وبيزن عليا ان انا ادخل بس كنت عايز اخد الشهاده في الحاجه اللي انا بحبها ابقى ضامن وبعد كده اشوف الموهبه اللي عندي او اشوف انا ميها بقى بس. طيب سيف لما حد بقى بيشوفك دلوقتي بيعرف ان انت سيف بتاع انا عايز اهرب اوكي في فيلم ميدو مشاكل بيبقى ايه رد فعلهم؟ بيبقوا مصدومين اللي هو ايه ده هو انت؟ هو انت اللي هو كل الكومنت اللي هو انت كبرتنا انت ازاي كبرت كده فاللي هو بيبقى اللي هو ازاي؟ ايوه يعني اصل احنا كنا بنتفرج على الفيلم ده انا اسفه يعني يا سيف كنا كبار. فانك انت ما شاء الله قاعد قدامي دلوقتي عندك 24 ثانيه يعني مش عارفه اروح فين. اعمل ايه طيب؟ لا خالص يعني اعمل ايه؟ ما الناس ليها حق بجد تتصدم. انا مصدومه. ليه بس؟ ان انا شايفاك كده قدامي ما شاء الله وانا كنت حلوه كده كبيره بتفرج على فيلم ميدو مشاكل يعني احنا اتفقنا انا اصغر خلاص يعني كده كده متفقين عليه احنا انا 18 سنه معروفه 18. يعني يا جماعه مش معقول. طيب سيف بعد كانوا اصحابك بقى وفي المدرسه وكده كانوا كنت بتمارس عليهم بقى ان انا النجم اللي في الفيلم وكده؟ مدرسه لا بس اصحابي اللي هم الشله اللي معايا دلوقتي بيساعدوني على طول على طول وبيشجعوني على طول يعني بيشجعوني اللي هو يلا 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 يلا. انت متواجد يا سيف على السوشيال ميديا؟ مش قوي مش قوي مش قوي مأثر فيها يعني؟ يعني ما عنديش على فيسبوك ما عنديش ما عندكش؟ قفلته. اوكي امال ايه موضوع لو اسمك مش على جوجل؟ تيك توك. تيك توك تيك توك مهتم بيه يعني؟ بيسليني انستجرام قافله وفيسبوك فما فيش غير تيك توك عندي طيب وناوي بقى الورشه والحاجات دي تعملها مع مين يعني؟ في هل في بلان معينه في دماغك عايز تمشي عليها؟ في ورشتين بشوف ما بينهم وعايز اعرف يعني انا بشوف ممثلين كتير بياكلوا وبيساعد بيدخلوا الورش دي فانا عايز اشوف ورشه منهم كويسه وابتدي ادرس يعني ابتدي ادرس الموضوع شويه. وشايف ان الموضوع ده لا لازم بالدراسه ولا ممكن تروح تعمل كاستنج وتقدم والموضوع يمشي معاك كده من غير اي دراسه؟ هو يعني ولا لازم تدرس؟ لا هو اغلبيتها بتبقى موهبه بس برضو الدراسه مطلوبه يعني الدراسه لازم في اي طب حاجه. طب انت عندك الموهبه؟ مفروض يعني مفروض مفروض ان انا يعني عندي الموهبه مفروض على كلام صحابي ولما مثلا بنعمل تيك توك او بتاع فبيبقى الرياكشن بس طيب. خليني اقول لك ان تيك توك بانتشاره دلوقتي الواسع فده مصر كلها فنانين اكيد. لكن لا انت بتعمل تيك توك بتبقى انت اللي بتتكلم ولا انت برضو بيبقى فيه؟ لا بيبقى فيه بيبقى فيه حاجه بس ما بنزلش برضو يعني ما بنزلش برضو. لا خالص. طب ليه؟ هو ده اول فيديو اصلا يعني ده اول فيديو نزله اللي نزل الترند ده كان اول فيديو ليا على تيك توك. واللي بتحاول تعرف الناس بيك بقى ان انت سيف اللي كنت في فيلم ميدو مشاكل المشهد بتاعك يعني كان من المشاهد المهمه في الفيلم يعني واللي ضحكتنا جدا. بالظبط يعني هو كان ترند وطلع فجربته وهو طب اهلك دلوقتي بقى واقفين جنبك بيساعدوك ان انت تاخد الخطوه دي؟ واخواتي بالذات كمان.
واحنا كمان حبينا من صباح البلد برضو ان احنا نجيبك ونشجعك ونحفزك عشان انت موهوب وان شاء الله تكمل كده وتبقى نجم كبير كده. يا رب. هنلعبك لعبه، اللعبه جاهزه معانا؟ نلعبك لعبه. يلا بينا. ماشي. هتشوف افيش الفيلم وتقول لي ده فيلم ايه. اوكي. تقول لي اسم الفيلم ايه. نحاول تمام هنشوف بقى بس ما تاخدش وقت طويل. طيب. اول فيلم معانا كريم عبد العزيز. مسجون ترانزيت؟ لا مسجون ترانزيت احمد عز. فاصل ونعود. فاصل ونعود. اديك نص بوينت. اوكي. فاصل ونعود بالنجم الكبير كريم عبد العزيز. الفيلم اللي بعده تقلي سهله دي. كان سهله. مش فاكره. لا لا مش فاكره. عشان ما اتفرجتش عليه. لا يا راجل. عشان ما اتفرجتش عليه. ده جديد و عارف. بس ما اتفرجتش عليه. ما اتفرجتش عليه. ما اتفرجتش عليه. اللي قلب الدنيا بقى وبيتكلم عن انا عارف اللي هو بيتكلم عن الحرب بس ما اتفرجتش عليه. ما اغشش يا جماعه معلش ضيوفي ما اقدر. الممر. ممر. لا 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 مش ممكن يا سيف مش عارف. تعالوا نشوف كده الافيش اللي بعده. نحاول. الناظر. طب بص ده بقى ده فيلم ايه؟ ناظر. الناظر؟ الناظر. طيب ايه الافيش؟ ايه القفشه بقى اللي في الفيلم ده؟ كانت حاجه ابو صلاح مش فاكر بس انت كداب يا ابو صلاح. كداب يا ابو صلاح. انت كداب يا ابو صلاح. برافو عليك والله. لا شاطر هو في الافيهات. يلا بقى نشوف الافيه اللي بعده. لو مش عاجبك طلقني. اوه ده انت جامد جدا. طب فيلم ايه؟ كان زكي شان. زكي شان. زكي شان. لا برافو برافو. لا فنان من يومك. انهون. انهين. انهين انهون فعلا. صح يا سيف. برافو عليك شاطر جدا يا سيف في افيشات الافلام وعرفت افيش واحد صح؟ عرفت افيش واحد. افيش واحد قلت لك اول اسم منه يعني يعني مش عارفه اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه اكتر من كده؟ بس انت برافو ليك في افيشات الافلام. الافلام. ايه اكتر يعني دور بتتفرج عليه دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي وتقول الله انا نفسي اوصل ابقى زي النجم ده او اعمل الدور ده دلوقتي حاليا؟ بس الخياط. بس الخياط. اتفرج له على ايه؟ منعطف خطر. انت متابع. هي بيتعرض على منصه من منصات بالزبط. طيب بالنسبه لبقى علاقاتك في الفن هل ليك اصحاب فنانين ليك ما لا لا خالص يعني يا جماعه من الاخر كده سيف بدون وسائط سيف عاوز يدخل المجال مجهوده وب يعني بالتالنت بتاعته بموهبته فانا حاسه ان انت هتوصل اللي انت عايزه يا رب وهتبقى فنان مهم جدا يا رب وهتبقى اجمد من بس الخياط كمان لا مؤاخذه بس الله طيب دي الادوار اللي انت بتحبها زي بس الخياط وعامل دور ضابط في مسلسله الجديد منعطف خطر اللي بيتعرض على منصه من منصات الميديا والحقيقه فعلا هو عامل رد فعل حلو جدا المسلسل دي حقيقة ودوره ضابط دي حقيقة وبيدور على الحقيقه انت بتحب دور الضابط عامه ولا دور باسل خياط وعامل ضابط لا دور باسل خياط هو عامل ضابط اوكي يعني دور باسل خياط هو عامل ضابط عامله حلو قوي قوي يعني عامله حلو قوي قوي يعني. طيب قبل بقى يعني لسه جديد المسلسل قبليها مين كان مين نفسك تبقى زيه من الفنانين انا يعني بحب طبعا احمد يعني انت بتحب الكوميديا اكتر بتحب التراجيدي اكتر بتحب الدراما اكتر ما فيش حد ما بيحبش الكوميديا والتراجيدي يعني لازم كل وقت وليه حاجه أوكي. بس ممكن ممثلين معينين كريم عبد العزيز ويوسف الشريف الاثنين بالنسبه لي انت تجيب يوسف شريف شويه بصوا يا جماعه تحسوه يوسف الشريف شويه في نفسه كده يعني هو بالنسبه لي الاثنين الاثنين بعيد خالص عن بعض بس تمام هنعدي يعني احنا يعني في صباح البلد بنحب نعدي لضيوف نوفا بحب الاثنين يعني الاثنين ده ليه ادوار وده ليه طيب. ادوار بس انا شايفه ان انت بتحب الناس اللي ادوارها اكشن وادوارها يعني جد شويه اكتر ما هي كوميديا اوكي وانا عارفه طبعا انك بتحب احمد حلمي لانه اول فنان انت اشتغلت معاه لكن انت ليك في الكوميديا ولا لا مش تعمل ادوار كوميديا لا ليا يعني ليا بتفرج على حاجات كوميديا وفي حاجات كتيره بتحب تحس ان انت يعني في افلام كتيره من الكوميديا تحفه يعني ممكن اتفرج عليها 10 و15 مره عادي ان شاء الله تبقى فنان جامد جدا فنان شامل ونشوف لك اعمال كتيره ان شاء الله الفتره الجايه وتيجي معانا برضو ضيف صباح البلد تقول للناس ان احنا جبناك قبل ما انت تبتدي اول خطواتك كده في الفن بشكرك جدا سيف نورتني النهارده في صباح البلد وبشكر حضراتكم جدا فاصل نرجع نكمل باقي فقرات صباح البلد
صباح الفل صباح السعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم فقرة جديدة من صباح البلد. النهاردة حلقتنا بعنوان الضعف الجنسي ما بين التهوين والتهويل. الموضوع ده الحقيقة مهم جدا والنهاردة هنتكلم فيه. وخلونا نبدأ بدراسة اتعملت دراسة مشهورة جدا اتنشرت في Journal of Sexual Medicine بتقول ان اكتر الدوريات المرموقة في امراض الذكورة والضعف الجنسي رجعت كل الدراسات المتعلقة بالضعف الجنسي لدى الرجال وكمان السيدات. لقت ان اكتر اشكال الضعف الجنسي انتشارا في السيدات هي ضعف الرغبة، واكتر اشكال الضعف الجنسي لدى الرجال هو سرعة القذف وضعف الانتصاب. الدراسة دي لقت ان في قصور موجود في الدراسات اللي بتوصف الضعف الجنسي لدى الرجال وكمان السيدات، وان احنا محتاجين لدراسات اكتر علشان نعرف نوصل لحلول جذرية تجعل حياة الرجل والمرأة افضل. عشان نعرف اكتر عن الموضوع ده هيكون معانا النهاردة منورنا ومشرفنا القيمة والقامة العلمية الكبيرة الاستاذ الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، زميل يونيفرسيتي كوليدج بلندن بانجلترا وزميل كلية الجراحين الملكية بجلاسكو بانجلترا وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية وعضو الجمعية الدولية لجراحات إصلاح مجرى البول. دكتور خالد صباح الفل على حضرتك نورنا النهاردة. خيرات الله يخليك يا مشرف. الموضوع يا دكتور النهاردة زي ما قلنا ما بين التهوين والتهويل. خلينا نبدأ كده ببساطة ونعرف أول حاجة معنى الضعف الجنسي إيه؟ تمام. بداية أنا يعني مبسوط قوي من اختيار حضرتك لعنوان الفقرة الضعف الجنسي بين التهوين والتهويل. هو فعلا ده اللي بنلاقيه في أرض الواقع. في بعض الناس بتهون جدا من المشكلة، يقول لك المشكلة مش مهمة سواء كان الرجل أو المرأة، وبالتالي بتحصل مشكلة ما بين الزوجين. وعلى النقيض برضو في ناس بتهول جدا من المشكلة وبتكبرها جدا جدا، والبيوت بتبقى على شفا حفرة ان هي تتهد. صحيح. بسبب المشكلة دي. فاحنا لازم ناخد الاتيتيود الوسط، لا نهون جدا جدا من المشكلة ديت ولا نحن نكبر منها قوي قوي. طيب الضعف الجنسي ليه تعريفات كتيرة وليه توصيف علمي دقيق، ولكن أنا عشان أبسط للسادة المشاهدين الموضوع هنقسمه لثلاث أجزاء كبار. يا إما بيبقى فيه ضعف في الرغبة، الرغبة نفسها إن أنا أنشيات السيكشوال أكت وإن أنا أبدأ في علاقة جنسية الرغبة دي قليلة جدا، أو بيبقى فيه ضعف انتصاب، الانتصاب مش كويس، أو بيبقى فيه مشكلة في القذف، في خلل في نوع معين من اختلالات القذف موجودة. فإما مشكلة في الرغبة أو مشكلة في الانتصاب أو مشكلة في القذف. ده بالنسبة للتعريف. تمام. طيب لو اتكلمنا يا دكتور عن أبعاد المشكلة دي أو حجم المشكلة دي والأسباب، الحجم بتاع المشكلة دي ممكن يوصل معانا لحد إيه، أو المشكلة تكبر معانا لحد إيه، وأسبابها أكيد ليها برضو أسباب لحد ما بنلاقي نفسنا خلاص على حافة المشكلة دي. بالضبط. هو زي ما حضرتك قلتي كده، الدراسات زي Journal of Sexual Medicine قعدت تدور في prevalence او magnitude of the problem او المشكله منتشره قد ايه. لقيت طبعا ان المشكله منتشره جدا جدا، سواء ضعف الرغبه او ضعف الانتصاب او اختلالات القذف. الريبورتس او التقارير اللي بتقول المشكله دي منتشره قد ايه فيها اختلافات كتير حسب البلد اللي جايه منها وحسب الكالتشر او الثقافه. يعني مثلا عندنا في مصر انك تعمل بحث تشوف الموضوع ده انتشاره قد ايه واسبابه ايه في منتهى الصعوبه. صحيح. الناس متبقاش متعاونه قوي او بيبقى في حرك شويه ان انا اتكلم في الموضوع ده. ولكن من الديلي براكتس بتاعنا ومن الممارسه بتاعتنا واللي احنا بنشوفه في العيادات الموضوع منتشر جدا جدا جدا. طيب الموضوع ده اسبابه ايه؟ هناخدها واحده واحده كده ونبدا نتكلم فيها. ضعف الرغبه مثلا، ضعف الرغبه ليه اسباب كتير، ولكن ممكن نقسمها لسببين كبار، يا اما مشكله نفسيه او خلل في الهرمونات. تمام. يبقى الراجل اللي عنده ضعف في الرغبه ومش عايز اصلا ان هو يبدا علاقه مع زوجته او مع الطرف الاخر، ده يا اما عنده مشكله نفسيه او عنده خلل في الهرمونات. مشكله نفسيه زي ايه؟ قلق زياده عن اللزوم، توتر زياده عن اللزوم، ضغط في الشغل زياده، علاقته بزوجته مش كويسه، حاجه زي كده. طيب ايه الخلل الهرموني اللي ممكن يؤدي الى ضعف رغبه؟ في انواع كتير، اشهرها انخفاض هرمون الذكوره او ارتفاع هرمون الانوثه او ارتفاع هرمون اللبن.
دول أشهر ثلاثة ممكن يؤدوا إلى انخفاض جدا في الرغبة، ولو اتعالجوا الأمور بتتحسن 180 درجة. يعني في ناس كتيرة جات لي وطبعا ما عملش الفحوصات ديت، أعمل له التحاليل عليه هرمون الذكورة واطي جدا، مجرد إن أنا اديت له ريبليسمنت واديت له هرمون ذكورة خارجي اتحسن 180 درجة، الرغبة بقت ممتازة جدا والنسب بقى ممتاز جدا. فدي أسباب الكاتيجوري الأول وهو انخفاض الرغبة الجنسية. طيب نيجي للنقطة الثانية، ضعف الانتصاب. ضعف الانتصاب معناه إيه؟ معناه إن مفيش انتصاب كافي لعلاقة مرضية ما بين الطرفين. أسبابه كتيرة جدا، في 20% من الحالات بيبقى أسباب نفسية، وفي 80% من الحالات بتبقى أسباب عضوية، زي السكر مثلا، زي ارتفاع الضغط، زي أمراض القلب، ارتفاع الدهون الثلاثية، الخلل الهرموني زي ما قلنا قبل كده، فبيبقى في سبب عضوي. السكر مشهور قوي، مشهور جدا 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 كسبب عضوي مباشر لضعف الانتصاب لدى الرجال. فده الشق الثاني او النوع الثاني من الاضطرابات الجنسيه اللي هو ضعف الانتصاب. نيجي للجزء بقى اللي هو صعب شويه، اختلالات القذف. يمكن الموضوع ده بيبقى صعب حتى على بعض الاطباء، يعني انا في دكاتره زمايلي بيبعتوا لي حالات دي، احنا عندي مشكله غريبه شويه مش عارفه يعني اعمل فيها ايه، فخد انت تصرف. يعني المشكله دي مش بس ده اختلالات القذف دي صعبة الفهم على المريض، لا دي كمان على الدكاترة، كمان صعبة الفهم على بعض الأطباء. صحيح. اختلالات القذف كتيرة جدا، في سرعة القذف، يعني سرعة القذف معناه ان القذف بيجي بسرعة جدا جدا قبل ما يحصل ساتسفاكشن او رضا للطرفين. ساعات بقى العكس بقى، ان القذف يتأخر جدا جدا جدا، يقعد نص ساعة او ساعة وما يحصلش قذف، وده بيبقى شيء مرهق ومتعب للزوجين، وساعات بيؤدي للانفصال. يقول لك خلاص يا دكتور الموضوع مش نافع، احنا يعني عاوزين ننفصل. في برضو اختلالات اخرى زي القذف الجاف او القذف المرتجع، ان مفيش سائل منوي بينزل ساعة القذف، بيحصل القذف ولكن مفيش حاجة بتنزل. من اشهر اسباب الموضوع ده السكر وبعض الادوية الالفا بلوكرز بتاعة البروستاتا. طيب في برضو البينفول ايجاكيليشن، يعني ان يبقى في وجع اثناء القذف، القذف لما بينزل بيبقى فيه ألم شديد نتيجة التهابات، نتيجة حصوات موجودة في الحوصلة المنوية أو في قنوات القذف، لها أسباب كتيرة جدا. في برضو حاجة مهمة قوي بتحصل، إن يحصل هيماتوسبيرمي. هيماتوسبيرمي يعني دم بينزل مع السائل المنوي أثناء القذف. الموضوع ده قد يكون ملوش سبب أو قد يكون ليه سبب، زي أدوية السيولة أو بعض الشر بعض أنواع الأورام. وده مهم جدا، لو حصل نزل دم في السائل المنوي لازم استثني وجود ورم في الخصية او وجود ورم في البروستاتا. تمام. فالشاهد ان اختلالات القذف ليها انواع كتيرة، ولازم اروح للمختص عشان اعرف سبب المشكلة دي ايه ونعالجها ازاي. تمام. طيب بما ان دكتور حضرتك ذكرت ان انواع الضعف الجنسي او باشكال مختلفة موجود كتير، التشخيص بقى، لو اتكلمنا عن التشخيص، هل تشخيص الحالات كله بيتم بطريقة واحدة، ولا كل حالة هنا بيكون لها تشخيص بطريقة معينة؟ طبعا لا، كلها مش بطريقة واحدة، ولكن هو الابروتش واحد، الاتيتيود واحد، ان انا لازم اخد تاريخ مرضي مفصل من المريض علشان اعرف مشكلتك ايه. يعني لو هو مثلا عنده السكر يبقى انا اشك ان السكر سبب في مشكلته، لو عنده اعراض انخفاض هرمون الذكورة، تعب واجهاد عضلي ووهن وحاجات زي كده، ممكن اشك ان عنده خلل هرموني. لو عمل عملية معينة قبل كده، خد علاج كيماوي، خد علاج اشعاعي. السيكشوال هيستوري مهم قوي. يعني انا بحب جدا جدا ان يجيلي الزوج والزوجة مع بعض. لان ساعات بيبقى فيه دينايل، يعني الراجل يقولك والله انا كويس زي الفل، انا ما عنديش مشكله، الاعتراف يعني باللي عنده ده بتبقى مش حاجه سهله بالظبط. فانا بقول له طب ما حضرتك كويس، ما حضرتك جيت لي ليه؟ طيب يعني هو جه وبعد ما جه قال لك انا كويس. طب يعني لما بتيجي الزوجه بتبقى موجوده، بنعرف منها، بنسمع من الطرفين طبعا بالظبط. مهم جدا جدا ان انا ولما بيجي لي لوحده في الزياره الاولى بقول له بعد اذن حضرتك المره الجايه جيب لي زوجتك معايا، هتقر وتعترف بالزبط. يعني هتقر وتعترف هتوصف، لان احنا برضو في مجتمعات شرقيه، فإن الزوجة تشتكي بقى لقرايبها أو لأصدقائها أو تقول لأي حد حواليها، ده بيعتبروه يعني عيب وحرام. مع إنه مش كده، ده تعب زي أي تعب، وهي من حقها إن يبقى في علاقة زوجية سليمة مستقرة عشان تعيش طبيعي. فالتاريخ المرضي بناخده من الزوج ومن الزوجة. طيب بنيجي بعد كده للكشف الطبي، ده مهم جدا. ممكن يبقى عنده اعراض خلل هرموني، ممكن لما نكشف على العضو الذكري او الخصيتين نلاقي مشكله، نلاقي ان العضو الذكري فيه انحناء، ان العضو الذكري حجمه صغير، ان الخصيه فيها ضمور، بنفاجئ بحاجات
ما بيشوفهاش الدكتور غير المختص. أنا لو رحت دكتور نفسي مثلا أو دكتور جلدية ما بيكشفش أصلا على المريض، وقد تكون مشكلته موضعية إن عنده مشكلة في الخصية أو مشكلة في العضو. لو أنا عدت أسمع منه 20 سنة وما كشفتش عليه مش هوصل للسبب ومش هعرف عليه. نيجي بعد كده للفحوصات، بنعمل فحوصات كتير حسب اللي أنا شكيت فيه أثناء الكشف الطبي. تمام. أشهر الفحوصات المطلوبة تحليل الهرمونات عشان نشوف هرمون الذكورة أخباره إيه، هرمون الأنوثة أخباره إيه، هرمون اللبن أخباره إيه. قد أعوز بعض الأشعات حسب اللي أنا شفته حسب الحالة في الكشف، الحالة وأثناء الكشف الطبي. لما بعمل الحاجات دي كلها بوصل لتشخيص دقيق المريض ده عنده أنه نوع من أنواع الضعف الجنسي أو sexual dysfunction. هل المشكلة في الرغبة؟ هل المشكلة في ضعف الانتصاب؟ هل المشكلة في القذف؟ ده رقم واحد. رقم اتنين بعرف سبب المشكلة إيه، سبب المشكلة إيه وإزاي أمشي في طريق العلاج بعد كده. تمام. طيب لو تكلمنا يا دكتور برضو عن طرق العلاج. طرق العلاج تقريبا مختلفة، في كذا طريقة للعلاج، في ممكن علاج مثلا درجات أولى أو حالات معينة يكون ببعض الأدوية والموضوع متهيألي ما بياخدش وقت خالص، في يعني أنواع أخرى للعلاج. كلمنا أكتر يا دكتور عن أنواع العلاجات. طبعا يعني 90% من العلاج إذا أنا أعترف بالمشكلة وأروح للدكتور المختص. تمام. ده 90% من العلاج. الإشكالية في الموضوع ده إن الموضوع ده مسكوت عنه. يجي لي ناس في العيادة يقول لي يا دكتور أنا بقالي 10 سنين عندي المشكلة دي ومتحرج إن أنا أكشف، ولما شفت حضرتك في التلفزيون أو شفتك في السوشيال ميديا اتشجعت وجيت كشفت. أنا ضيعت من عمري 10 سنين عندي مشاكل ومتألم ومش عايز كويس في حياتي وما بروحش شغلي وعلاقتي بزوجتي مش كويسة بسبب إن أنا مروحش مختص. فيعني الرقم واحد في العلاج إن أنا أروح المختص. رقم اتنين إن أنا أوجه علاجي لعلاج السبب. يعني لو مثلا مريض عنده ضعف انتصاب وعنده سكر يبقى أنا لازم رقم واحد أعالج السكر. تمام. لو مريض عنده ضعف رغبة بسبب انخفاض في هرمون الذكورة يبقى أنا لازم أديله علاج تعويضي لهرمون الذكورة. لو حد عنده مشكلة في الرغبة أو مشكلة في الانتصاب بسبب مشكلة نفسية يبقى أنا لازم أعالج المشكلة النفسية وأحاول أشجعه وأحاول يعني أشرك الزوجة في الموضوع. في حاجة اسمها psychosexual therapy يعني علاج نفسي جنسي. احنا بنقوم بهذه المهمة بدل من الدكتور النفسي بس في بعض الأحيان بتبقى المشكلة كومبلكس قوي معقدة قوي وبنرفير المريض ده لدكتور نفسي عشان يحلله المشكلة. فتلخيصا يعني على حضرتك والسادة المشاهدين، العلاج لازم يوجه لعلاج السبب ولازم يتم تحت إشراف طبيب متخصص. تمام. طيب في الحالات بقى يا دكتور يعني اللي المريض لسه لحد دلوقتي مش مقتنع ان هو يروح للدكتور، لسه المشكلة متدارية، لسه ما اعلنتش، لسه حياة يعني مقفول عليها ما حدش يعرف حاجة، وحالة بقى الإهمال وان احنا نستنى كتير، المشاكل اللي بتنتج عن الناس اللي بتعمل كده او بعض الرجال اللي بيكبروا ان هم يروح للدكتور، المشاكل دي بتوصل معاهم لفين؟ هو ده بقى التهوين والتهويل اللي حضرتك قلتي عليه في اول حلقة. يمكن احنا عملت بحث لما كنت في انجلترا عن الضعف الجنسي لدى الرجال وتحديدا عن سرعة القذف وقد ايه الموضوع ده منتشر وايه هي العلاجات اللي ممكن نديها في الحالات دي. يمكن البحث ظاهر على الشاشة. تمام. البحث ده كان بيوصف نوع من انواع سرعة القذف، نوع من انواع الخلل الجنسي اللي هو سرعة القذف. طيب الموضوع ده بيؤدي الى مشاكل عاملة ازاي؟ في مشاكل كبيرة جدا والمشاكل دي فيها تباديل وتوافيق كتيرة. يعني ساعات المشكلة تبقى عند الراجل عنده دينايل، عنده انكار، انا كويس وزي الفل. طيب طول ما حضرتك بتقول ان عندك مشكله ما عندكش مشكله والزوجه بتعاني، المشكله عمرها ما تتحل، لازم نعترف بالمشكله عشان نروح للطبيب المختص. صحيح. ساعات العكس المشكله تبقى عند الزوجه، الزوج كويس خالص والزوجه مثلا عندها زي ما حضرتك قلتي في اول الحلقه عندها انخفاض في الرغبه. طيب طول ما انا برضو ما اعترفتش بالمشكله وما حلتش مشكلتي، الزوج عنده رغبه كويسه ورغبه عاليه والزوجه ما عندهاش، يبقى انا عندي مشكله ممكن تؤدي الى انهيار البيوت. صحيح. اللي احنا بنشوفه بقى في العيادات ان الموضوع فعلا بيقف على الانفصال وبيبقى يعني الاشكاليه معقده قوي في حديثي الزواج. انا لسه متجوز قريب، بقالي 5-6 سنين بجهز البيت والموضوع دلوقتي بقى مكلف جدا. صحيح. ومرهق ماديا ونفسيا، وبعد ما اتجوزنا بعديها باسبوع عايزين ننفصل. فحرام. رسالتي لحضرتك ولحضرتك الموضوع ليه حل. الحل سهل جدا جدا جدا، بس مفتاح الحل ان انا اروح للمختص
واشخص مشكلتي بشكل مظبوط. تمام، يعني دي اول طريق العلاج زي ما بالزبط. دكتور خالد بيقول ان احنا نعترف بالمشكله وما نعملش خالص بقى هنا تهويل ولا تهوين بالزبط. زي ما قلنا الوسط، وبلاش نستسهل بالزبط. هدم البيوت بلاش نستسهل هدم البيوت طبعا. الحل سهل جدا بس اروح للمتخصص. انا يا دكتور بشكر وجود حضرتك جدا معانا النهارده، شرفتنا ونورتنا جدا، معلومات استفدنا اكيد بيها. اتمنى ان كل المشاهدين اللي شافونا النهارده يكونوا استفادوا من فقرتنا، كان منورنا فيها الاستاذ الدكتور خالد حافظ استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره، زميل يونيفرستي كوليدج لندن بانجلترا، وزميل كليه الجراحين الملكيه بجلاسكو بانجلترا، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحه المسالك البوليه، وعضو الجمعيه الدوليه لجراحات اصلاح مجرى البول. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من صباح البلد.